العروبة والمرجع الأول والأخير لها، وهي ضمير العرب وشرفهم، موقف أطلقه الفنان العربي الكبير وديع الصافي الذي التقاه وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود مساء اليوم. وقال الفنان الصافي: انتماؤنا لهذا البلد العريق كانتمائنا للبنان، وما تتعرض له سوريا هو بفعل الصهيونية العالمية، ولكنها غيمة سوداء ستزول إن شاء الله، وأنا مؤمن بسوريا وشعبها وقيادتها وقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، فالسوريون هم حماة الأرض والعرض وحماة الأمة العربية. وزير الإعلام عبر عن تقديره للفنان الكبير وديع الصافي وتاريخه العريق في تعميق الانتماء الوطني والقومي والعروبي. تحيا سوريا، أم العروبة أم سوريا، وهيدي بأيدي دم العرب. البلاد السورية هي دم العرب، وهي شرف العرب، وهي رأس العرب. رأس الهرم يعني رأس العرب. الله خلي لسوريا والشعب السوري ويحبوا بعضهم ويوقفوا لنا هالأشياء. العمل بتبني قلوبنا كلنا، كل أمة العرب خصوصا الشعب اللبناني الأصيل اللي عم نبكي نحن ومندعي لكم ومنصلي لكم بالجوامع بالكنائس. أنا واحد منهم. إذا كان التاريخ هو ذاكرة الأمة، فإن الثقافة والفن هما روح الأمة على الدوام، والفنان الكبير وديع الصافي هو جزء من هذا التاريخ الأصيل، والذي كرس عبر مسيرة عطائه الفني انتماءه القومي الأصيل وقيم الكرامة والكبرياء والعروبة والتضحية في سبيل قضايا الأمة. هذه القيم التي تتعرض اليوم لحرب ثقافية وإعلامية عالمية لطمسها ومسحها من ذاكرتنا ومن وجودنا. أعلنت